إلى الملف السوداني الآن، حيث خرجت مظاهرات في مدن سودانية عدة احتجاجا على حكم العسكر، وانتشرت قوات الشرطة في محيط مركز المدينة بالخرطوم، كما عززت السلطات قوتها بسيارات رش المياه في شارع القصر الرئاسي، وتوزعت قوات مختلفة في شوارع رئيسية ومداخل مركز المدينة. احتجاجات السودان مستمرة، باتت شبه يومية في الخرطوم وأم درمان وبحري وغيرها من مدن السودان. مطالبها تكاد تكون واضحة، هي ضد إجراءات العسكر وحكمهم. القوى الداعمة للاحتجاجات والناشطون المنظمون لها يرون ما يفعله العسكر منذ أشهر انقلابا على ثورتهم، خصوصا تلك الإجراءات التي بدأت في أكتوبر من العام الفائت، حينها قضى قائد الجيش بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية. حكم مدني وقصاص عنوان الاحتجاجات، القصاص ممن يقف خلف قتل المتظاهرين. هنا يبرز موقف دولي، الآلية الدولية الثلاثية المؤلفة من ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد، دعت إلى وقف العنف ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين بمن فيهم أعضاء لجان المقاومة. وهنا مسار سياسي، الآلية الثلاثية تعمل على ترسيخ إجراءات تهيئة الإطار المناسب لحوار سوداني واسع. وبمعزل عن الموقف الدولي، تستمر المظاهرات والعنف هو الآخر مستمر، قتلى يسقطون بين الحين والآخر، والإجراءات في البلاد متواصلة على أساس ما تريده القيادة العسكرية للسودان. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من لندن عمار حمودة، قيادي بقوى الحرية والتغيير. أهلا بك سيد عمار. حمودة، بداية يعني ما الذي تريدون تحقيقه من خلال هذه المظاهرات لم تستطيعوا حتى الآن تحقيقه بالسياسة؟ السلام عليكم وعلى ضيوفكم الكرام وللشعب السوداني وللثوار على الأرض، يقدمون كل غالي ونفيس في سبيل الحكم المدني وعودة الديمقراطية وذهاب الانقلاب. ما نريد أن نفعله وما نحاول فعله وما نقوم به منذ صبيحة الانقلاب هو إزالة حالة الانقلاب. طال الزمن أو قصر، هذا هو الهدف الأساسي في هذه المرحلة، إزاحة الانقلاب الذي عطل التحول المدني الديمقراطي في السودان، ومن ثم استعادة المسار المدني الديمقراطي. هذا هو الهدف المعلن والذي واجه الانقلاب منذ صبيحة يومه الأول وما يزال. هذا قولا واحد. طيب لماذا السياسة في السياسة لم تستطيع إلى الآن تحصيل هذه المطالب على الرغم من تدخلات ووساطات دولية عديدة خلال الفترة الماضية؟ الوساطات في الفترة الماضية لم تكن تضع المعادلة السياسية بشكلها الذي نرى أنه صحيح، بحيث أنها كانت ترى أن الإشكال هو إشكال بين المدنيين فقط، وبالتالي إعفاء الانقلاب من أي مسؤولية. ولكن الحقيقة أن هناك انقلاب عسكري يستعين ببعض الشخوص المدنيين، وبالتالي وضع المدنيين في مواجهة العساكر هذه مسألة لا تنطلي على أحد الآن. وكذلك هناك العديد من المدنيين الذين يدعمون الحكم الشمولي والعسكري، ومثلما قامت الثورة في ديسمبر على أولئك الذين كانوا يدعمون البشير، الآن الثورة تستمر ضد الذين يدعمون البرهان في حكمه العسكري، هكذا ببساطة. ولكن ألا يوجد جزء من الصحة فيما قلت بأن الوساطة الدولية كانت تعتبر بأن الإشكال هو بين المدنيين أنفسهم أو حتى بين الطبقة السياسية المدنية؟ لأنه باعتراف العديد من هؤلاء هناك اختلاف في الأجندات التي تريد كل جهة معارضة تنفيذها. ليس هناك مشكلة في أن تكون هناك اختلاف في الأجندات، نحن أحزاب سياسية مختلفة وتكوينات نقابية وأجسام مطلبية، وتحالف الحرية والتغيير تحالف كبير جدا، فيه أحزاب وفيه غير أحزاب. هذا جانب. الجانب الآخر
الفترة الانتقالية لها وثيقة دستورية محددة. حينما جاء الانقلاب قد ركلت تلك الوثيقة الدستورية وما عادت هناك شرعية يمكن الرجوع إليها. الآن نحن نعتقد أن مسألة عودة شراكة أو وثيقة دستورية أو غيرها أصبح من الماضي الذي يعني تجرعناه ومشينا فيه خطوات حتى نصل إلى الحكم المدني الديمقراطي. وبالنتيجة الآن نحن في انقلاب عسكري مؤيد من بعض المدنيين، هذا شيء طبيعي. هناك كثير جدا من الانتهازيين وكثير من الذين يتحينون مثل هذه الأمور باعتبارها فرص قد لا تتاح لهم في تنافس ديمقراطي طبيعي أو في شارع ثوري حقيقي. هذه مسألة نعيها جيدا، ونعي أن جعل الخصوم السياسيين الذين هم في الشاطئ الآخر، في المقابل الآخر، في الشمولية، نقابلهم جملة بما لدينا من أسلحة سلمية، من طرق سياسية، من غيره، كل الوسائل السلمية متاحة ومجربة. وهذا الانقلاب منذ صبيحة يومه الأول لم يعد بشيء وحققه، بدليل أنه حتى الآن لم يكون أي حكومة ولا طيب، يستطيع ذلك، وأنه مرفوض من بسقوط قبل الشارع الوثيقة كما فرض. الدستورية بعد هذا الانقلاب كما ذكرت، لا سند رسمي يعتمد عليه الآن في الوصول إلى بر الأمان من هذه المرحلة الانتقالية، وبالتالي ما الخيارات؟ الخيارات هي الذهاب إلى وضع دستوري جديد فيه إزالة الانقلاب أول المهام. هذا ما وضحته قوى الحرية والتغيير، صدح به ممثلون لأحزاب كثيرة، بأننا في حال عودتنا إلى الحكم المدني من جديد بعد ذهاب الانقلاب لابد من وضع دستوري جديد. هذا أمر في غاية الصراحة نقوله. نعم، شكرا لك على هذه المشاركة معنا عبر سكايب أود من أن لندن. أشير إلى شيء لو سمح تفضل الزمن. تفضل تفضل. درج الإنقلابيون في هذه الأيام إلى استعمال أسلحة إرهابية مؤذية للمواطن السوداني، منها استعمال سلاح الخرطوش الذي يعرفه السودانيون، وهو يستعمل في الصيد، وبه حبيبات حديدية تصيب الجسد البشري بالكثير من الجروح الغريبة من الحبيبات هذه، مما يجعله ينزف، والهدف من ذلك هو الإرهاب. رأينا استعمال سلاح الدهس، رأينا استعمال أسلحة ذكرت كثير من المنظمات الطبية أنها تحدث كسور في الجسم من غير أن يكون لها أثر في الخارج. نحن نهيب بكل القانونيين وبكل داعمي حقوق الإنسان والناشطين بأن يتولوا فتح بلاغات رسمية تجاه الذين يستعملون الخرطوش والذين نعم، يستعملون الأسلحة الغريبة هذه، حتى نذهب الخطوة الأخرى بعد الخطوة التي قام بها الأطباء في توضيح أن هناك إصابات بأنواع معينة من الأسلحة. علينا أن نذهب خطوة، نناشد كل القانونيين، كل النشطاء، بأن يتبعوا القول بالفعل، لأن في ذلك حماية للثوار في الشارع تمام. والسلمية. لا أستطيع أن أقول أن على البحث الأمم المتحدة أن تفعل شيئا، لأنها فقط تناشد هؤلاء. وأنا أتمنى التوفيق. أن تكون هذه الصورة عبركم في الإعلام، مشكورين جدا، أن يراها العالم، ليرى أن الإنقلابيين يفعلون شكرا. بغير ما يقولون أنهم مستعدون له. شكرا لك عبر سكايب من لندن شكرا عمار جزيلا. حمودة، قيادي في قوى الحرية والتغيير، على هذه المشاركة معنا.